اثنيناتهم؟ صدق. يلا شكرا. عيني بشرى ايش قال ابو الماليه؟ ده يقول الظرف ين طارق تفتحن هذا الصندوق اثنيناتهم. بعشتر دين كريم ابو الماليه. ها بشرى تمام شلونه وياك؟ يلا بشرى تفتحن اثنيناتهم. يلا اثنيناتهم هذا اول شيء. الاول نشوف الظرف الوردي. عندك 25000 دينار لو تغيرين الصندوق، يعني 25000 دينار. لا خلاص هذا 25. زين الثاني. والثاني يا بشرى اللي هو الأفضل ويقول احكي نكتة وحصلي على 50000، يعني صير جاستش 75000. شو تقولين؟ يلا بشرى يلا بشرى فد نكتة. نكتة ب 75000. يلا بشرى عصبنا يا بلاش وهذا فلت بالدخل. يلا 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 يا بشرى فد نكتة. يلا دا ننتظرك يا بشرى. شفافية. ما قدرت تفوت من جوال بابليه. ها؟ شلون؟ فد نملة. اي ما قدرت تفوت من جوا الباب ليش؟ ليش؟ لابسه شعب عالي. هاي مال عفريت. هاي ضحكة مال عفريت مختارة. هاي مال فارس السحري. ألف مبروك يا بشرى، ربحت ويانا 75000 دينار. وصل فيهم بالعافية يا رب. شكرا جزيلا على اتصالك. شكرا طروقي.